عبد الله، حقيقة أسرة محترمة جدا. سيدة زوجته سيدة صابرة محتسبة، كتبت نجلاء أهو بتقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نحتسب زوجي الرئيس محمد مرسي عند الله من الشهداء، وعند الله تجتمع الخصوم. قمنا بتغسيل جسمانه الشريف في مستشفى سجن ليمان ترى، وقمنا بالصلاة عليه داخل مسجد السجن، ولم يصلي عليه كمان إلا أسرته. وتم الدفن بمقابر مرشدي جماعة الإخوان المسلمين بمدينة نصر. لرفض الجهات الأمنية دفنه بمقابر الأسرة بالشرقية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تعالي حضرتك يا دكتور محمد. طبعا زي ما حضرتك تفضلت وقلت كده، أسرة من جنس بعضها خلقا وارتقاء، كلهم يعني معدن واحد، معدن طيب عظيم. جاء في وقت في الحقيقة مصر كلها ستبكي على هذا الرئيس، حينما تتاح لها أن تبكي علنا. رئيس مرسي هو سيصير زي عدنان مندريس كده في تركيا، هم أعدموه، لكنه بعد لكن بعد ذلك تجد يعني عشرات أحفاده بعد كده يعيدوا الذكر. أنا حضرت مؤتمر هنا، وكان بجواري زوجة ابن عدنان مندريس في جامعة باسم عدنان مندريس، وكانوا يتحدثون عن ذكرى الرئيس مرسي وشهيد الديمقراطية. هو رمز من رموز النضال العظيمة. خليني عشان أنقل النقطة الثانية أخذ بس بوست نجلو عبد الله برضو بينعي والده في برضو بوست على تويتر، ولم يختلف كثيرا عن نص الزوجة السيدة نجلاء: نحتسب أبي الرئيس محمد مرسي عند الله من الشهداء. وقال نفس الكلام بالضبط يعني: وتم الدفن بمقابر مرشدي جماعة الإخوان لرفض الجاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب قبل ما اخد دكتور محمد الفقي سريعا برضه عشان الملف ده، احمد محمد مرسي كاتب بيقول: رجاء صلوا على ابي الحبيب صلاة الغائب، ولو باسرتك في بيتك وحسبنا الله ونعم الوكيل. والله نسمع النصيحة دي ونعمل كده فعلا. انا شخصيا هعمل كده يا احمد. دكتور محمد، انسانيا عشان نقفل الملف ده، عندنا ملفين مهمين جدا: لائحة اتهام من قتل الرئيس، ثم ما الخطوة اللي بعد كده. سريعا الإنسان محمد مرسي. محمد مرسي الرئيس القدوة بكل ما تعنيه كلمة القدوة، الذي حكم مصر بانتخابات ديمقراطية وتم الانقلاب عليه بعد سنة، وحاولوا طيلة 6 سنوات من سجنه أن يلحقوا به أي نقيصة فلم يجدوه. هرب دولارا واحدا إلى بنوك سويسرا، أو باع قطعة من أرض في تيران أو صنافير، أو أولاده وظفوا في وظيفة كما فعل مبارك وأولاده، أو أخذ قصرا رئاسيا كما اتهم مبارك، أو هرب أو أنشأوا أولاده شركات في البحر المحيط الهادي، لم يجدوا عليه شيئا إلا أن قالوا أنه موسى العياط، يعني مرسي العياط، يعني يريدون أن يسخروا من الاسم. لم يجدوا شيئا فيه إلا أنه يعني ظلم وسينصفه التاريخ. طيب على كل حال، في الملف اللي جاي: من قاتل الرئيس مرسي؟ الرئيس رجب طيب أردوغان لمح النهاردة في كلمة قدام التلفزيونات بأن الرئيس مرسي قتل، يعني كان في تلميح كده. نسمع الفيديو ده من الرئيس أردوغان. نتساءل، هل كانت هذه الحادثة مجرد صدفة أو طبيعية، أم هنالك بعض الأمور المخفية التي لا نعلمها؟ أنا شخصيا أعبر عن مشاعري، لا أصدق بأنها كانت حادثة طبيعية اعتيادية، حادثة الموت، لأنكم كما تعلمون جيدا هؤلاء لم يسلموا جثمان الشهيد محمد مرسي لعائلته حتى بعد وفائه. جبنهم وصل إلى هذا الحد.
على كل حال الحقيقة الرئيس رجب طيب أردوغان كان جريء جدا في تصريحه ده، وهو ده الحقيقة سمت من سمت الرئيس أردوغان، أنه لا يخشى في قول الحق لومة لائم. لكن الاتهامات أو التلميح بمن قتل الرئيس الحقيقة فيها كلام كتير جدا، منها الفيديو المشهور للرئيس مرسي نفسه لما حذر من محاولات قتله أكتر من مرة أثناء جلسات محاكمته، واللي ممكن نشوفه دلوقتي من تحذير الرئيس. ولذلك ما كانش مفاجأة وفاة الرئيس بالشكل ده. تعليق حضرتك سريعا قبل ما أعرض فيديو الرئيس مرسي، هل كانت وفاته مفاجأة؟ هل أنت تتفق مع الرئيس أردوغان بأنه الوفاة بالشكل ده هناك يعني وراء علامات استفهام؟ هناك ما نعلمه يقينا، وهناك ما نشك فيه. معظم الناس حيكون لديهم شكوك أنه قتل قتلا، لكن ما نعلمه يقينا أنه قتل ببطء. أي يعني خلال الست أعوام الماضية، خلال الستة أعوام الماضية ماذا كانوا يفعلون به؟ يحرمونه الدواء، يبقونه في ظروف معيشية صعبة جدا، القهر النفسي المعنوي إلى آخره، يعني يحرمون ولاده من أنهم يلتقوا. لا شك أن هذا قتل بطيء، لكن هل سرعوا هم بعملية القتل؟ هذه تحتاج إلى تحقيق دولي. هل يسمح بتحقيق دولي؟ أنا لا أتصور أن النظام السيسي سيسمح بتحقيق دولي، لكن من واجبنا أن نطالب به. أي لكن الرئيس أردوغان مع محق فيما ذهب إليه، يعني نحن حتى الآن نتكلم في من قتل ياسر عرفات، لأنه في ظروف غير طبيعية غير عادية، وحتى بعض من في السلطة يتبادلون الاتهامات. لربما سيأتي يوم يخرج شخص من داخل هذه المنظومة، المنظومة السيساوية، ويكشف لنا عن أسرار، ما هو سر اليوم قد يصبح مكشوفا في المستقبل. لكن لا شك أن الدكتور محمد مرسي تعرض لعملية على مدى ست أعوام أدت إلى إهدار صحته. تمام، خلينا نشوف، عشان ما كانتش مفاجأة مقتل الرئيس مرسي أو وفاة الرئيس مرسي، لأنه حذر من كده في المحاكمة زي ما هنشوف كده. يعني حتى واضح أن الدكتور مرسي كان ملاحظ تدهور صحته بشكل وتعمدهم أو حتى طالب المحكمة، ولكن المحاكم أو القضاء المصري لم ينفذ طلبه. إذن الوفاة الحقيقة زي ما قال الدكتور عزام في يقين أنه هناك تعرض لإهمال طبي. بالتأكيد السؤال يعني كان نظام السيسي هيرتاح لو بوفاة مرسي؟ بالتأكيد. ليه؟ إيه اللي هيخليه يرتاح؟ وجود الرئيس مرسي كان هو مهدد لوجود الانقلابي السيسي، وكان أخطر شيء بيهددهم هو وجود الرئيس. بالعكس، عمرو الشبكي كاتب النهارده بيقول بوفاة الرئيس، بوفاة محمد مرسي على حد تعبيره. أيوة. يعني وتوفت الشرعية كده، ما فيش شرعية. ما هو طيب يعني إذا وفاة يعني هم عايزين يتخلصوا منه. فزي ما قال الدكتور عزام كان في ما نعرفه يقينا أنه قتل قتلا بطيئا. الرئيس مرسي الذي أعرفه وأشهد الله على ذلك أمام الناس اللي بيشوفنا دلوقتي، كان يتمتع بلياقة بدنية وصحية وعقلية وذهنية فائقة. احنا كنا نجتمع به في القصر الجمهوري، ما كناش نبقى صايمين وهو صايم على سبيل المثال، ويسترجع الأرقام ويتذكر ويناقش بلياقة عالية جدا، أكثر من كل الحاضرين في مجلس الوزراء اللي كان يرأسه أحيانا. وبعدين كانت تيجي لحظة الإفطار يقدموا له تمر وعصير وإحنا معاه، ونقوم نصلي ونرجع نستأنف الاجتماع تاني، ويصل الاجتماع إلى العشاء ونصلي العشاء وهو لم يفطر. فكان الرجل يتمتع بصحة جيدة جدا. ما الذي أدى إلى تدهور صحته؟ كما أشار الدكتور عزام، الدكتور مرسي لمن لا يعلم سحبوا أدوات الزنزانة. الرئيس مرسي لم يكن عنده سرير في الزنزانة. هل يعلم الناس هذا؟ النظام المفتري المجرم، الرئيس مرسي جرد من وسائل الحياة الإنسانية في زنزانته، حرم من الطعام الصحي، حرم من الدواء. لماذا لا تتدهور صحته إذن؟ هم تعمدوا قتله قتلا بطيئا حتى لقي ربه. احنا طبعا في أقاويل كثيرة عن يوم المحاكمة وسقوطه أثناء المحاكمة
ما أسبابه نحن لا نعلمها الآن، لكن ما نعلمه يقينا أن الرجل بالإهمال الصحي الذي تكرر مع العشرات غير الرئيس مرسي، احنا ما بمرش أسبوع النهاردة إلا لما غريبة أن قبل خبر وفاته بقليل كان في كلام على أنه رشاد البيومي مثلا بيتعرض لحالة إهمال طبي وقارب الوفاة، ده قبل على طول وفاته يعني. صحيح. في نفس اليوم كنت أنا بتابع الخبر. الدكتور ده. سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب. الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، كثير من السودانيين الناس كثيرة جدا، عصام سلطان، الشيخ حازم أبو إسماعيل، كل هؤلاء الناس يعانون صحيا الآن. طيب خليكم معنا يا أساتذة. هناك من عقد مقارنة دكتور عزام ما بين ما كان يناله مبارك من معاملة وما كان يناله الرئيس مرسي، أو الرئيس مبارك والرئيس مرسي والاثنين رؤساء من معاملة، والفروق بينهم عاملة إزاي. خلينا نشوف المقارنة بين الاثنين عاملة إزاي كده في الفيديو ده. عن النقطة دي بعد إذن حضراتكم، هل يعني المعاملة واضحة؟ هناك فرق معاملة ملك عن معاملة حد حتى ولو جنائي ما يتعاملش كده، يعني كيف ترون هذه المفارقة؟ مبارك معظم أيامه كان قاعد في جناح على النيل. ماشي ماشي ماشي، لأنه رئيس الدولة. لأنه رئيس كان رئيس الدولة. ورئيس مرسي المنتخب. لا، هو الحقيقة الفرق أنه مبارك هو ابن النظام، ابن هذه المنظومة. لا خليني أرد عليك، أنا أعمل دور مبارك دلوقتي، أعمل أبناء مبارك. تفضل. مبارك كان قائد عسكري. هل مرسي كان قائد عسكري؟ مبارك حارب في أكتوبر. أيوه. هل هتعمل واحد هذا مقصود حارب في أكتوبر؟ لا لا، زي واحد جاب انتخابات بالصدفة وكان مكان خارج شكل. ليس هذا السبب. شوف، هم أرادوا أن يعاقبوا الدكتور محمد مرسي وأن يعاقبوا الشعب الذي اختاره. ليه؟ لأن هذه المنظومة، المنظومة العسكرية الحاكمة في مصر ومنظومات الأسر الحاكمة في الدول العربية الأخرى، ترى بأن هذه الشعوب تجرأت عليها. كيف تتجرؤون وتنتخبون رئيسا بإرادة حرة؟ لا نسمح لكم بذلك، فيجب أن تعاقبوا، ويجب أن تستذلوا، ويجب أن تهانوا وتمتهنوا. هذا هو المنطق الذي يتعامل به هؤلاء. لا بس خليني أرد عليك. طب خليني أرد عليك يا دكتور. لما سألت واحد من أبناء مبارك المخلصين، يعني يرضيك إن ده يتعامل كده ويتعامل كده، رد علي قال لي مبارك حارب في حرب أكتوبر، مرسي ما حاربش. لا، خدم الجيش أيضا. معلش، بس ما حاربش في أكتوبر، ما كانش قائد. فكان ردي عليه الآتي: وهل سامي عنان ما حاربش في أكتوبر؟ وهل معصوم مرزوق ما كانش في الصاعقة في أكتوبر؟ يعني إذا كانت القصة إنه ده كان ضابط عسكري حارب في أكتوبر، فسامي عنان كان جنرال وكان قائد كبير في أكتوبر. اسمه إيه ده؟ هو كان معصوم مرزوق، كان جندي في أكتوبر، كان ضابط كبير في أكتوبر. إذن القصة مش قصة من حارب في أكتوبر أو لا، قصة من برضه مبارك له حظوة. هي في ملاحظة، مبارك